المنافسات في الانتخابات المقبلة كبيرة، والبحرين تشهد أكبر عدد من المرشحين في تاريخها. بعض الدوائر فيها المنافسة أشد من غيرها، مثل الدائرة الخامسة في المحرق اللي حتى الآن فيها 14 مترشح. شلون بتكون المنافسة بين كل هالعدد من المترشحين؟ نتواجد اليوم في مجلس عائلة الحدي لاستضاف المرشحين من الدائرة الخامسة، ولكن خلونا نشوف رأي الحاضرين. بغينا رأيك في العدد الكبير من المرشحين في الدوائر الانتخابية، شنو رأيك في هالموضوع؟ أنا بالنسبة لي تاج، لأن هذه كل من زاد العدد بلادي ارتفعت ما شاء الله. هالكثر يحبون يشاركون، هالكثر يحبون يخدمون بلادهم، الناس يمكن تفهمها بنظرة ثانية، لكن أنا أنظر لها بمنظر موجبة أن هذه تاج. شنو رأيك في العدد الكبير من المرشحين خصوصا في الدائرة الخامسة في المحرق؟ شوف أختي، بخصوص المرشحين طبعا خطوة جات الملك المعظم خطوة على أساس بيشارك أبنائه، والحمد لله المرة يعني أحس الانتخابات راح تنجح، لأن الناس اللي داشة فيها ناس عندهم ثقافة عالية، وخاصة الشباب. والشباب حاليا يعني ما شاء الله هم أساس اللي راح إن شاء الله يبنون البحرين. شنو رأيك في العدد الكبير من المرشحين خصوصا في دائرة الخامسة في المحرق؟ حقيقة هو العدد ممكن تكون ظاهرة صحية، ولكن أعتقد أن النواب بعضهم بعض يحتاجون أن يتفاهمون فيما بعضهم عشان لا تضيع الأصوات، والأكفى يطلع يرشح يعني يكون أنه هو بارز للناس وعرفونه أفضل. المرشحين في الدوائر ذات المنافسة الشديدة عليهم أن يبذلوا مجهود كبير لإقناع الناخبين لبرنامجهم الانتخابي. ولكن السؤال، هل الناخب نفسه راح يروح كل المقرات، ولا راح يختار طريقته في اختيار المرشح؟ هل ستذهب إلى مقرات كل المرشحين؟ لا لا ممكن لهم، يعني ما تستطيع تروح كلهم، يعني وصعبة، لأن ما في تنسيق. لو في تنسيق مثلا كل نائب في يوم، في نواب في نفس اليوم كلهم يفتحون، في نواب احنا عندنا هنا عندنا في قلالي يعني في ظاهرة وايد إيجابية، النواب يجتمعون في مجلس واحد، وهذا النوع من هذه طيب، يعني هم متنافسين على 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 ومرشحين هذه، لكن يجتمعون مع بعض. على أي أساس بتختار المرشح؟ أنا بختار المرشح اللي أشوفه كفاءة. راح تختار المرشح على أساس الكفاءة والمؤهلات اللي موجودة عنده؟ لا، المؤهلات ما تخدم معايشة الواقع، معايشة السير العملية التشريعية والقانونية والبرلمانية في البحرين على مدى 20 سنة. الآن الناخب والمرشح صار عنده تجربة وعارف بالضبط شو اللي قدمه. يوم 12 نوفمبر هو يوم الحسم. غالباً الدوائر اللي فيها عدد مرشحين كبير تذهب لجولة الإعادة اللي راح يكون في تاريخ 19 نوفمبر، ولكن القرار أولاً وأخيراً يعود للجمهور.